فلنرحل من هنا يا أبي. إبليس يعلم جيداً أن أحداً لن يستطيع الوقوف أمامه. لقد طغى إبليس وتجبر حتى على أبناء جنسه، نحن معشر الجن. ياقوتة حبيبتي، ياقوتة، ماذا فعل بك هذا العين؟ أنا بخير والحمد لله يا زيتونة. مهما ابتعدنا عن هنا فسيظل يلاحقنا، يجب ألا يشعر بأننا ضعفاء، فأتباعه يتزايدون ونحن قلة. لقد أمد الله في عمره إلى آخر يوم على هذه الأرض، وهذا الوعد الإلهي جعله سادرا في غيه وطغيانه، ولم يأبه الملعون بوعيد الله له بالعذاب في الآخرة، فيأس من أن تناله الرحمة وصار إبليسا لعينا بعد أن كان عزازي. معنى هذا أننا سنظل مهددين طوال حياتنا، وله أن يفعل معنا ما يشاء. لا يا ابنتي، فإنه رغم قوته وجبروته لن يستطيع أن يتغلب على من كان الإيمان سلاحه. لقد حصننا الله من شروره بقوة الإيمان، فمهما زاد الشر لن يتغلب أبداً على الخير، إنها سنة الله في خلقه. وهذا ما دعاه إلى معاداة آدم وبنيه. نعم يا ابنتي، فإنه كما جمع حوله الأتباع من شياطين الجن، فإنه يحرص أيضاً أن يكون له أتباع من الإنس لينتقم من آدم في شخص بنيه وذريتهم من بعده. إني حزينة من أجلك أيتها الفتاة الطيبة ليبودا، يتنافسان على إقليمة ويتصارعان للفوز بها، أما أنت فمنبوذة وحيدة لا يأبه بك أحد. لا، لست منبوذة، ولكنها فعلا تستحوذ على اهتمام الجميع حتى أبي وأمي. هل أنا منبوذة حقا؟ تمردي يا ليبودا، ثوري، خذي حقك بيدك، لا تجعلي إقليمة تأخذ منك قابيل حبيبك. لكنني أحبهم جميعا، وقابيل سيكون قريني أنا، هذا هو العرف الذي تحدث عنه هابيل. أيتها المسكينة، قابيل لا يأبه بك، إنه يلاحق إقليمة أينما ذهبت ويقاتل أخاه من أجلها، إنه حتى يكاد لا يراك. وما الحيلة؟ لقد خلقت هكذا أقل جمالا. الحيلة معك، اطمسي جمالها هذا أو تخلصي منها إلى الأبد، وبذلك سيتنافس قابيل وهابيل عليك أنت. لا لا، ابتعدي أيتها الأفكار الشيطانية اللعينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.
إلى متى سنظل في منفانا هذا يا باصر؟ لقد مللت من الوحدة. وأنا كذلك يا شاصر، أريد أن أعرف ماذا حدث لأهلنا من الجن. هل بقي أحد منهم حياً بعد أن نزلت ملائكة السماء لتعاقبهم؟ أم نحن فقط الأحياء؟ كل فضول للذهاب واستجلاء الأمر، فلقد مكثنا سنين مختبئين لا نعلم شيئاً. فيما تتحدثان أيها التوأمان؟ وما اسمكما؟ شاصر وباصر؟ أكاد لا أفرق بينكما. يجب أن نضع علامة تميز أحدكما عن الآخر. أحسنت يا عن فريسة، لنعرف من منكما شاصر ومن منكما باصر. أتسخرين منا يا أم الشعور؟ وأنت يا عم فريسة، لماذا تحدقين فينا هكذا كأنك تريننا لأول مرة؟ عن فريسة محقة فيما تقول، فإني برغم هذه السنين معكما ما زلت لا أستطيع أن أعرف من منكما شاصر ومن باصر. دعونا من هذا الهزل. لقد كنت أتساءل مع أخي باصر عن مصير معشر الجن بعد غزو الملائكة للأرض. نعم، هل نحن وحدنا على هذه الأرض؟ أم أن هناك من يختبئ مثلنا في مكان آخر؟ وإلى ما توصلتما أيها الذكيان؟ عدنا للسخرية مرة أخرى يا عم فريسة، الأمر جد لا هزل فيه. إنهما على حق يا عن فريسة، أنا أيضاً أتشوق لهذه المغامرة. دعونا إذن ننتشر في اتجاهات الأرض الأربع، نجتاز الجبال والبحار ونضرب موعداً بيننا، وليكن بعد 3 أيام، نتجمع هنا قبل غروب الشمس ويحكي كل منا ما رأى، ولكن دون أن يسمعنا أو يرانا أي أحد. هذا إذا وجدنا أحداً غيرنا. أحسنت أيها الذكي، هيا بنا.